اطرح عنا كل خوف طمنا عايزين نشوف شخصك في كل الظروف يا حنان يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام ومرنا بسلامك يا رئيس السلام يا ملك السلام بنستناك والبيوت اللي قسمها ابليس ضمها ضمها ورجع سلامها طالبينك وحدك لا غير تعالى مالك السلام يا الهي السلام بنستناك نتنيل بسلام سماوي ونعظم اسم المسيح والدليل على له تالي مع الشكر والتسبيح هي دي العلامه مكان يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام أمرنا بسلامك يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام بنستنى أمين قبل ما نقرأ كلمة الله آخر ترنيمة رنمها مع أخونا باجت ترنيمة كمان هو عملها ألفها ولحنها وهي من اروع الترانيم وقال فيها تعبير في اخر عدد بيقول يا رب احنا مش هنكلبش فيها وطئه قدم هنعديها لكن قلوبنا ما تبغيها وده على فكره موضوع درستنا النهارده ان احنا غربة هنا على الارض الجزء بتاع تسالونيكي الاولى اربعه اللي هنتكلم فيه النهارده بيحكي عن كده اه اللي مش تعبان من المشاهدين يقف معانا مشاهدين حضراتكم ما اقدرش اقول لكم اي حاجه طبعا قولوا معانا افتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمع لك تغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يدوس وان كان في وسطنا حرام قدام عدو خضنا من يا علي يا قدوس يا خالي النفوس شعبك, شعبك. نعمل صليبك يا مخلص واحنا جينا لك نتخصص شعب المسيح مفروس وعشان كلامك انت الحق وغير كلامك ماهوش حق هنرفضه ونقول لا عملك يا جبلنا هنا كرامه تعملنا بروحك القدوس ونعيش عشان نخدم شخصك مجد كرامك كل اسمك شباب كتير يتكرسلك ويصير معاك محظوظ يا عالي يا قدوس حضور ملموس ما فيش مثيلك يا غالب تصنع لشعبك عجايب وتحفظه في التجارب وابليس يعود مفروس يا عالي يا قدوس يا خالي النفوس شعبك هنا بالتقوى وقدسنا السيرة ماهيش غنى وفلوس ولا احنا كلبش فيها وطئت قدم بنعديها لكن قلوبنا ما تبغيها عابرين عزم نلوس يا بس زينكم احنا واقفين هنقرا كلمه الله هنقرا الاصحاح الرابع من رساله بولس الرسول الى المؤمنين في تسالونيكي الاولى تسالونيكي الاولى صح أربعة ثم فمن ثم ايها الاخوه نسالكم ونطلب اليكم في الرب يسوع انكم كما تسلمتم منا كيف يجب ان تسلكوا وترضوا الله تزدادون اكثر لانكم تعلمون اي وصيه اعطيناكم بالرب يسوع لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع لأخيه في هذا الأمر لأن الرب منتقم لهذه كلها. كما قلنا لكم قبلا وشهدنا لان الله لم يدعنا للنجاسه بل في القداسه اذن كلام خطير جدا على فكره الايه دي اذن من يرزل لا يرزل انسانا بل الله الذي اعطانا ايضا روحه القدوس واما المحبه الاخويه فلا حاجه لكم ان اكتب اليكم عنها لانكم انفسكم متعلمون من الله ان يحبوا بعضكم بعضا فانكم تفعلون ذلك ايضا لجميع الاخوه الذين في مكدونيه كلها وانما اطلب اليكم ايها الاخوه ان تزدادوا اكثر وان تحرصوا على ان تكونوا هادئين وتمارسوا اموركم الخاصه وتشتغلوا بايديكم انتم كما اوصيناكم لكي تسلكوا بلياقه عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجه الى احد ثم لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم لانه ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله ايضا معهم فأنا نقول لكم هذا بكلمه الرب اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء شوف الآية الجميلة اللي جاية وهكذا نكون كل حين مع الرب الآية دي جميلة لأن فيها مكان وزمان هقولها تاني وهكذا نكون مكانه كل حين مع الرب لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام امين اتفضلوا اماكنكم اشكر الرب لاجل هذا المؤتمر ولاجل الشباب بشكل خاص يعني بشكر الرب وارجوكم ارجو من الاخوه الافاضل يهتموا بشكر المسؤولين عن الشباب في هذا المؤتمر هذا العام بشكل خاص يعني مرتين رحت فيهم للشباب عمل عظيم جدا بيجرى بين الشباب وبجد بتقدم لهم حاجه جميله خالص ويعني مش عارف هتزعلوا لو قلت ان انا يعني بقول ان انا حسيت ان انا اكتر جيت علشان الشباب مش علشان مع كل تقدير ما حدش يزعل مني يعني الخدمتين اللي خدمتهم مع الشباب حسيت ان انا كده اتعشت معايا هي اتعشت من اول خدمه والنهارده برضو فاشكروا الرب لاجل اللي عمل بين الشباب وشجعوا القاده اللي هم بيشتغلوا هناك في اخوه اخوات مش بيحضروا الاجتماعات معانا ومكرسين نفسهم لخدمه الشباب ربنا يبارككم واصلي ان كل اب وام ليه ابن او ابنه في المؤتمر حضر معانا انه الشعار بتاعهم عن مشابهين صوره ابنه ارجعوا اعملوا فولو اب لاولادكم وانا واثق بعد المره دي ان هتلاقوا تغيير حقيقي انا شعرت بعمل الروح القدس والأخعيات برضو إن السنة دي كان في شغل جامد جدا روحي بين الشباب والشابات فلما أنتم ترجعوا بيوتكم قولوا لأولادكم واسألوهم علشان هم كمان يكون في آه يكون في يعني بركات أعظم وأعظم طيب آه احنا بنواصل التأمل معانا في آه رسالة تسالونيكي الأولى وقلنا ان هذه الرساله العظيمه هي من اوائل الرسائل اللي كتبها الرسول بولس في سنه 52 ميلاديه وحد فاكر ان هو وعظ كم اسبوع هناك ثلاث اسابيع بس تكونت كنيسه قويه وهاجوا عليه وبعدين راح سابهم وراح بيريه وبعت لهم تيمساوس وتيمساوس رجع خبر انه الاخوه في تسالونيكي حلوين فكتب هذه الرساله الرائعه اللي هي عباره عن كم اصحاح خمس اصحاحات تنقسم الى قسمين القسم الاول بدايات والقسم الثاني تحريضات، صح واحد بيتكلم عن ازاي الكنيسه تولد كيف رجعتم الى الله من الأوسان لتعبدوا الله الحي؟ صح اثنين ازاي الكنيسه تنمو؟ شفنا بولس امبارح شبه نفسه بسبع تشبيهات اتمنى ما تنسوهاش، ثم لصاح الثالث كيف ان الكنيسه تثبت؟ ارس الاول ارسل لهم مساعد، ثم ارسل لهم رساله، ثم ايضا آه صلى لاجلهم في ثلاث حاجات اللي قلناها امبارح. النهارده بنبدا في الجزء الثاني وهو الجزء التحريضي في هذه الرسالة الرسول بولس بيقدم بيقدم سبع تحريضات في 4 أربعة وخمسة همر على التحريضات بسرعة وهركز على كم حاجة النهاردة عشان يبقى لنا التحريضات أول حاجة هيتكلم عن القداسة وأهميتها فالنهاردة هنتكلم عن هذه التحريضات أول حاجة القداسة وثاني حاجه المحبه زي ما ذكرت، ثالث حاجه اللياقه، رابع حاجه الرجاء، خامس حاجه السهر، سادس حاجه الاهتمام بالاخرين، سابع حاجه طلبات مختلفه، القداسه اللي هنتكلم عنها النهارده اللي هو اول موضوع، يعني ايه كلمه قداسه؟ باختصار شديد كلمه قداسه معناها تخصص. يعني المكان ده مخصص الثلاث ايام دولة لمؤتمر الاخوة السابع والعشرين ما ينفعش حد يجي يعمل فيه الفرح في الوقت ده ده بتاعنا ببساطة كده والقداسة على فكرة مش ممكن يتوعز عنها في وعظة زي كده يعني ما وعدكش وانا من عدد واحد لثمانية هقول لك هو قال عن القداسة بس هي القداسة ما تبقاش وعظة قل لي ليه لان القداسة حياة قداسة معناها اني انا مخطوب لشخص واحد يقول خطبتكم لايه لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفه للمسيح وحكايه يعني حكايه ان الولد مش بيحب الا خطيبته او الا مراته دي حكايه حكايه عمر وحكايه انك انت تحب المسيح وهتبقى عارف انك انت بتاعه بس مش بتاع حد تاني طبعا المسيح دفع الثمن لهذه القداسه مكتوب يسوع لكي من فاكر يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب فالقداسة معناها انك انت تعرف كويس جدا انك انت مش بتاع نفسك ولا بتاع العالم ولا بتاع الشغل ولا بتاع اي حاجة انت بتاع المسيح هي ده القداسة باختصار شديد المسيح قال ولأجلهم أقدس أنا يعني أقدس شكرا جزيلا يعني أخصص يعني المسيح مخصص ذاته لنا هذه معنى القداسه انت مقدس للمسيح يعني انت بتاعه يعني هو بالنسبه لك بحب مش بالعافيه اختياريا انت بالنسبه لك هو الالف والياء البدايه والنهايه هو ده القداسه وده ما بيجيش الا بقصه حب حقيقيه بينك وبين الرب من يوم ما تقابلت معاه وفهمت ازاي حبك وازاي ضحى بأخر قطر الدم لأجلك أحلى علاقة في الوجود هي علاقة الخطيب بالخطيبة أو الزوج بالزوجة النهاردة اتغديت مع أسرة من كاليفورنيا هنا والنهاردة واحد من أسعد أيام حياتي اللي مش هنساه في عمري أسرة كان الشيطان دمر أسرتهم يعني سابوا بعض قفل البيت بالحكومة لمدة أربع سنين فأنا كنت عارف إن البيت ده خلاص وصليت شوية وبطلت محدش يزعل أنا بقول كده وبعد كده امبارح جم انا طبعا ناسي الاشكال فبيقول لي دي انا ومراتي قلت له انهي مراتك يا عم مراتك ايه انت من اربع سنين في مراتك ايه؟ فعايز على لساني اقول له القديمه أنا مرات الجديده قال لي مراتي يا عم قلت له مراتك ايه ما انت ما مراتك ايه؟ قال لي ما رجعت قلت له في حاجه اسمها كده؟ النهارده رحنا اتغدينا مع بعض وكان حضور الرب حتى في المطعم يعني ما تتصورش قد ايه نحن نؤمن بقدره المسيح انه يرجع البيوت تاني يقولوا امين بس هنا الطرفين حبوا يعملوا كده والرب كان فوقيهم القداسه معناها ان انا خطيب وهو عريسي وابقى انا هو عايز من جهته هو عايز يقول الرسول بولس خطبتكم لايه؟ لرجل واحد لو قدم عذراء عفيف المهم ابقى انا عايز لازم الطرفين ما هو طرفه من جهة هو عايز بس يا ترى انا عايز ابقى مقدس ليه هو النهارده ركز في القداسه بولس في الرساله دي على موضوع العلاقات النجسه والزنا وعلى فكره علشان خاطري انا هتكلم شويه بسرعه امر على قاله بس عشان خاطر ربنا اعرف ان مفيش كبير على الكلام اللي هيتقال ده برضه اذا كان سني 80 سنه او اذا كان سن 18 سنه ولا مكان ولا زمان والحقيقه الكتاب حكى كده والحقيقه بتثبت كده فارجوك ركز لان كلمه الله نافعه لكل زمان ولكل عصر ولكل انسان بص اتكلم عن هذا الموضوع ليه اول حاجه موضوع القداسه قال لازم نعيش القداسة لأن الأمر ده هو اللي بيرضى الله يبقى لماذا علينا أن نعيش القداسة لنرضى الله أنتم أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضى الله تزدادون أكثر لأنه مش ممكن ترضى الله من غير قداسة لأن إرادة الله هي قداستكم فأول حاجة علشان نرضي الله محتاجين نعيش في هذه القداسة المسيح أيضا لم يرضي نفسه ما عملش حاجة عشان نفسه، لكن كان عايز يرضي الله. وأنا وأنت علينا أن نعيش في القداسة لكي نرضي الله كما ذكرت. قال والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لأني في كل حين أعمل إيه؟ 24 أور سبعة أيام في الأسبوع الرب يسوع كان صبح الليل همه عايز أرضي ربنا. أظن لو أنا أو أنت كان قدامنا إرضاء الله. مية هتكون القداسة شيء تلقائي سهل مش معقد فلماذا القداسة واحد لكي نرضى الله اثنين لنتمم إرادة الله بيقول كده هذا التعبير الجميل جدا لأنكم تعلمون أي وصية أعطيناكم بالرب يسوع لأن هذه هي إرادة الله يبقى هنا حاجتين إرضاء الله وإيه إرضاء الله يعني ربنا يبقى مبسوط إرادة الله يعني انك تعيش في الخطة الإلهية، أتاري لما انا كمؤمن او أنت كمؤمنة نبعد عن القداسة احنا بنطلع بره دائرة المشيئة، محفوظ طبعا كلكم حافظين انا بكلم مؤمنين دارسين في رومية 12 واحد أطلب اليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيح حياة مرضية مالها؟ مقدسة ليه بقى؟ لتختبروا ما هي إرادة الله فحينما أبعد عن القداسة أنا خرجت عن الإرادة. وتحمل كل النتائج في هذه الفترة. زرع وحصاد. وسنين ضايعة. القداسة هي لإرضاء الله. والقداسة ثانيًا هي لإرادة الله. واضح الفرق بين إرضاء الله وإرادة الله. ثم الحاجة الثالثة بيقول مفروض نعيش القداسه لو احنا فعلا بنعرف الله وعمل مفارقه غريبه جدا تعرف قال ايه؟ قال: ان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناءه بقداسه، شوف زوء ال... شوف يا اخي الوحي الكتابي وذوق الكلام و... و... يعني مش هقدر افسر اللي هو قاله زوء انا مش عايز أ... أ... يعني لو أنا اضفت حاجه بشريه على كلام ربنا مش شوف الجمال اقتني اناءك بقداسه وكرامه شوف الكلام لا في هوى شهوه كالامم الذين ايه لا يبقى ان دايركت بطريقه غير مباشره بيقول لك انت عيش القداسه واحد علشان ترضى الله اثنين علشان تعيش مشيئه الله ثلاثه لانك تعرف الله مش معنى يعني اعرف الله معروفه الايه الشهيره طبعا اللي بتقول ايه بل نظير القدوس لو تعرف ربنا الله ماله قدوس الله الاب قدوس والله الابن قدوس والله الروح القدس قدوس بالنسبه للمسيح راه اشعياء اقنوم الابن الرب يسوع المسيح في اشعياء سته السرافيم اللامعين لكل واحد كام جناح سته اجناح اثنين بيغطي وشه اثنين بيغطي رجليه اثنين بيطير وهذا نادى ذا قائلا ايه قدوس 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 رب الجنود مجده فاللي بيعرف الله القدوس <applause> هيبقى زي ابوه في مثل عندنا عربي يقول لك من شابه مش ما شابه آه. لو انت فعلا الله بتعرفه هو الله وهتعشق في القداسه كشيء تلقائي لو اب وام سمر وجالهم ولد ابيض خالص ده ده حكايه موضوع مشكله عيب ما تتدخلش في الحاجات طبعا ما ينفعش انا بأم الصمر جيبوا واد اسمع وده طبيعي والعكس هكذا لو انا فعلا اعرف الله القدوس ابويا يبقى من الطبيعي اعيش القداسه ده رقم كام دي؟ ثلاثه احنا لماذا القداسه؟ اول حاجه قال لارضاء الله رقم اثنين قال لكي تعيش اراده الله بصح في حياتك ثلاثه لانك تعرف الله لان اللي مش عايش في القداسه زي زي الوثنيين او زي الذين لا يعرفون الله ثم لان الله لم يدعنا للنجاسه بل في القداسه آه وده الحاجه الرابعه لماذا القداسه لان الله دعانا للقداسه يعني الله دعانا القداسه في عبرانيين بيقول لك اتبعوا السلام و... وال... مع الجميع والقداسه التي ايه بدونها لن يرى احد الرب الرب قدسنا بدمه ونحن مقدسين هولي على فكرة الآية بتاعت أفسس موضوع أفسس ماسكه الأخ عياد بس هاخد معلش اسمح لي أخد أفسس واحد ثلاثة مبارك الله الذي باركنا كما اخترنا فيه لنكون قديسين قديسين انتوا عارفين بالانجليزي في كلمتين في كلمة هولي زي الهولي بايبل كده هولي زي الله هولي وفي كلمة سينتس يعني قديسين هنا في أفس واحد هولي يعني احنا في نظر ربنا بنفس القداسة بتاعت الله لأنه شايفنا في القدوس يسوع هولي فأنا بعيش القداسة واحد حسب تسألونيك الأولى أربعة علشان أرضى الله اثنين علشان إرادة الله ثلاثة لإني أعرف الله أربعة لأن الله دعاني لهذه القدس، رقم خمسة بيقول ان الله منتقم. أيق شعر لها الابدان، وآية حقية و... أنا ما وعظتش عن جهنم المرة دي، وفي اخوة قالوا لي شكراً انك ما وعظتش عن جهنم، فمدحوني قالوا لي بصراحة، والشك والعفو كتر ألف خيرك. بس على فكرة المسيح وعظ عن جهنم ثلاث ارباع وعظاته المية من كلامه. واحد قال انت بتحب جهنم ابكرها جهنم وبقول للناس ابعدوا عنهم بس انا بقول لنفسي وللمؤمنين هنا ان جهنم هتعيشها على الارض كمؤمن تحت التأديب اذا انت معيش في القداسة ده اللي بيقول الكتاب ان لا يتطاول احد ويطمع على أخيه اذا انت بتعي... اذا انا ب... بعيد عنك اذا انا بعيش النجاسة وبتطاول على اناء اخر انا مش بتعامل مع الانسان شايف الكتاب لان الله ايه منتقم لهذه كلها لا تطاول احد وقت مع الاخي بس يا عم رسول بولس انت بتقول ان الراجل ده غلط مع يعني تطاول على مرات اخوه مثلا او على بس هو هنا بيقول مين اللي ينتقم انتوا سكتوا كده ليه مش دي ايه قدامكم المواضيع دي ما فيهاش هنا الله بينتقم لو انا انا بختفي وراء الايه يعني لو قلت اذا انت ما عشتش القداسه الله سينتقم منك هيقول لك انت بتوع بتقعز غير مسيحي يعني انا بقول لك ايه ولا انت عايز علشان احنا نزلنا تحت ننزل من درجات قداسه الله الله منتقم الموضوع ده بيضايق ربنا جدا بشكل قاس كل خطيه خارج الجسد دي حاجه وموضوع الزنا والنجاسه هنا حاجه تاني رقم خمسة لأن الله منتقم في هذا رقم وطبعا عارفين أنتوا القصة بتاعت كرنسولة خمسة أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تقلص الروح في يوم الرب يسوع وقال بعد كده من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفة كله ده الله منتقم كثيرون مرضى وكثيرون يرقدون لو حكمنا على أنفسنا لما حكم عليه تعال نتذكر لماذا القداسة واحد لإرضاء الله اثنين إرادة الله ثلاثة لأن نعرف الله أربعة لأن لهذا دعينا خمسة لأن الله منتقم للي يعيش النجاسة الموضوع ده بيغيظ ربنا وأنت عايز شوف بقى اللي جاية أصعب وأصعب بص بيقولك إيه بيقول لكي لا نرزل الله والنهارده طلبت من الاخ عياد لان دخلت على ترجمات انجليزي قلت له عياد شوف لي اخ عياد طبعا حفظ الالقاب شوف في القاموس العربي كلمه يرزل معناها ايه؟ قولي لي شوف لي كده مختار الصحاح أحمد إيه عشان هي ترجمت كده فقال لي محتقر يرزل هي مستوى أحقر من الاحتقار الرزل أن يحط من قدر هذا الشخص يعني أنت شخص مثلا يكون مهندس تقول له أنت ما تنفعش تبقى ميكانيكي أنت كده رزلته هل تتصور ان النجاسه في نظر الله هي انك بترزل الله دي ايه يا جماعه! يعني يجب ان احنا نكون متحذر بوليس شاطر حذر حذر الاخوه واحنا واحنا علينا ان نتحذر. على فكره بولس كتب على الخطيه المحيطه بنا بايه؟ يعني ايه التاتش هتعمل لها كده دلوقتي الخطيه بقت على النت بالتاتش فعلا بقى بالآيفون بالسامسونج بالاندرويد حكيت لي امبارح للولاد القصه دي بتوع الشباب بتاعنا القصه اللي حكيتها قبل كده حصلت معانا في مغاغة بلد الأخ عياد كنا بنعمل خدمه بصمه ولا حكيتها هنا؟ حكيتها في الشباب تقريبا حكيتها هنا احنا كنا في بصمة وبعدين في بلد مغاغة بلد الاخ الحبيب عياد ومرات الاخ بهجت وقلت للشباب اللي بعد ما عص اللي يتوب يطلع كان حوالي 400 شاب وشاب طلعوا بتاع 20 ولد و20 بنت ولد منهم من شرق مغاغة بجلبية سنه حوالي 17 سنة راكع كده وكان بهجت عدلي هو اللي بيرن وبهجت حلو وبهجت بيرنم وانا واخد بالي كده فأنا طلبت من الأخ عايد هنا اللي هو حمل أخ بهجت ممكن يا عم عايد تصلي للعشرين 20 شاب وشابة دول عشان يتوبوا فأنا بيصلي عم عايد وأنتم عارفين عم عايد يا ربنا نشكرك يعني راجل من النوع ده ما فيش خلص برضه من النوع العم عايد ده راجل بأمانة يعني ربي يديه الصحة هو مش عشان حمى بهجت هو بركة لينا. المهم فبيصلي بكل كده وأنا ببص للعيال العيال, العيال راكع كده لقيت واد منهم لابس جلابية. حط ايده في الجلابيه وراح مطلع الموبايل مع الموبايل كده طلع الموبايل وبدا يلعب فيه وعم عايد بيعمل ايه انا من نجاح حمادي يعني ايوه دهات فهو هو كده رحت انا راكع جنبه كده ركعت جنبه مسكت الموبايل عم عايد صوته هاد قلت له ياد ياد احترم نفسك ياد بطل لعب في الموبايل وفتح الفيسبوك كمان انا بصيت طب هوريك فبصوت طب عالي الواد اللي مش يعني مش عيب انا خادم هقول قال لي كده لا يا دكتور زكريا هو صوته كده كان لا يا دكتور زكريا انا مش بلعب في الموبايل قلت له طب هوريك طب هوريك المهم قعد يلعب في الفيسبوك امام الله وراح قفله وحطه في الجلابيه وخلص عم معايد الوعظه خلص عم معايد الوعظه ورحت انا ماسكه وحطيته في البيت طبعا لو في امريكا خاف يطلب البوليس حطيته في البتاع كده قلت له يا انت هاد ابوك ما رباكش يا عم عايد جدك بيصلي وانت بتلعب في الفيسبوك قال لي قلت لك يا دكتور زكريا انا ما بلعبش في الفيسبوك قلت له لا انا شفتك فاتح الفيسبوك قال انا كنت فاتح الفيسبوك بس انا ما كنتش بلعب فيه قلت له بتعمل ايه قال لي مش انت وعصت وقلت توبه قلت اه ومش انت قلت اللي عايز يتوب يطلع قدام قلت له اه وقلت ان كان احد في المسيح خليقه جديده قلت له اه قال لي خلاص انا كنت بتوب على الفيسبوك بتضحك عليا ياد ياد انت احنا صاعدين زي بعض. قال لي صدقني يا دكتور زكريا بعمل بلوك. ياد يعني ايه بلوك ياد؟ قال في بنتين امام الله معلش يا بتوع بغاغه انا متعلق ببنتين واد بجلبية بنت في استراليا وبنت في امريكا. قلت له طب وريني شكلهم انا قال لي ما قلت عملت لك بلوك عاد خلاص امام الله. ياد يعني ايه عملت لهم بلوك؟ قال لي بص بلوك ده دكتور زكريا معناته ان اللي هي تقدر تشوفني وانا اقدر اشوفها. طب طب وانت كنت تكلمهم ازاي يا ابني ده انت ما تعرفش عربي قال لا بالاشارات ده في حاجات كثيرة انت مش عارفها دكتور زكريا بس انا توبت وعملت بلوك محترم بتاع مغاغه يعلم ربنا اكيد كلهم لكي لا يرزل الله ان من يفعل هذا لا يرزل انسانا بل يرزل الله يا رب الكلام ده يكون مالي قلوبنا وعيوننا على فكرة الكلمة دي قالها المسيح مرة واحدة كلمة يرزل قال الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرزلكم يرزلني والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني هو هو الذي يرزل الآب والابن والروح القدس والذي الذي لا يعيش القداس حاجة السابعة والأخيرة في موضوع القداسة لكي لا يحزن الروح بيقول بل الله الذي أعطانا أيضا روح القدس إذا ذكر في هذا الجزء عن القداسة سبع أسباب تجعلنا نعيش القداسه مين حافظ معايا واحد لكي نرضى الله اثنين لكي نكون في مشيئه الله ثلاثه لاننا نعرف الله اربعه لان الله دعانا القداسه خمسه لان الله منتقم سته لكي لا نرزل الله سبعه لكي لا نحزن الروح القدوس لاني انا صرت إناء ساكن فيه الروح القدس إذ آمنتم ختمتم لروح بروح الموعد القدس فده الجزء الأول اللي اتكلم فيه عن القداسة الجزء الثاني طبعا لا تحزنوا روح الله الجزء الثاني اللي اتكلم فيه عن المحبة همر بسرعة هو بيقول لهم انتم بتحبوا كل الذين في مجدونية انا بصلي انكم تزدادوا اكثر اطلب ايها الاخوة ان تزدادوا اكثر واكثر دي النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها عن المحبه مش هطول احنا المحبه هي ثمر الروح والمحبه مرتبطه ارتباط عظيم بحالتك الروحيه محبتك للاخرين يعني اما ثمر الروح فهو محبه يقال اني في اليوناني اما ثمر الروح فهو محبه نقطه وكاني هذه المحبه هي الجزء اللي يطلع منها فرح سلام طول انا باقي الحاجات فعلى قد ما انت ممتلئ يعني هنا كاني في علاقه ما بين القداسه والروح القدس اللي انهى بيه كلامه عن القداسه والحب وكانه يقول ان احزنت روح الله ستفقد محبتك لاخوتك وان امتلأت يشهد الرب يسوع اذا كنت ما كنا نعمل ليالي صلاه للصبح مثلا اوفر نايت وكده تقعد مع الرب لسه عملنا مؤتمر صلاه صلينا فيه حوالي 26 ساعه متواصله بينهم فاصل 46 ساعه صلاه مش صلاه بس فبعد ما انا طالع من مروح من مؤتمر انا يعني حسيت كاني اتولدت من جديد كاني خدت اكسجين كأ حاجه غير عاديه فهذا الوقت بتحس بانك بتحب الاخوه بشكل غير عادي حتى كل انت مثلا مختلفين معاك في الراي فهناك علاقه غير عاديه بين الملء بالروح القدس وبين الايه المحبه وهو العكس صحيح هو هناك قال اوعى تحزن الروح القدس بسبب عدم المحبة وبالتالي بسبب عدم القداسة وبالتالي ستفقد المحبة الحاجة الثالثة اللياقة اللياقة طبعا أنتوا عارفين انه الاسس اللي, اللي بيلبسوا الياقة بياخدوا الآية دي بهزار يعني بقول له أسيس انت ليه بلابس لياقة يقول لي أخي الكتاب قال اسلكوا <applause> اسلكوا بلياقة هنا طبعا اللياقة مش مقصود بها حتى في اللغة العربية هذه اللياقة اللياقة أنك أكون يعني عندي انتجريتي عندي نزاهه عندي استقامه هذه هي معنى اللياقه فاتكلم عن اللياقه في موضوع الشغل وبرضه همر بسرعه ان تحرصوا ان تكونوا هادئين وتمارسوا اموركم الخاصه وتشتغلوا بايديكم كما انتم كما اوصيناكم كسلكوا باللياقه عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجه الى احد مهم جدا طبعا بعد كده هو قال لهم في تسالونيك الثانية فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا إنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا ياكل ورسول بولس كان بيشتغل كان تنت ميكر سؤال للناس دارسين الكتاب الشغل ذكر في الكتاب المقدس بعد السقوط ولا قبل السقوط بعد السقوط قال له بعرق وجهك تاكل خبزك يعني في الم وكاس لكن قبل السقوط في طبعا وضعه في الجنه علشان يعمل ايه ليعملها على فكرة الشغل مهم جدا طبعا الاستثناء هو التفرغ وهذا تفرغ لخدمة الرب ودي حاجة واضحة جدا وشخصية والله بيدعي ناس يتفرغوا وحاجة كده لكن حتى مش كل الخدام متفرغين الرسول بولس ما كانش متفرغ موضوع الشغل ده مهم جدا وانك تشتغل بايديك وتخدم ربنا ده شيء جميل جدا واللي دارس الكتاب يعرف ان الشغل بركه والكسل شر حتى في الشغل يقول له ايها العبد الايه؟ الكسلان الشرير فتستغرب ان في رساله تسالونيك يركز على موضوع الشغل بيقول له احنا مش عايزين تبانوا كمؤمنين انكم انتوا عالى على المجتمع ده مش محتاجين المفروض ما يكونش ليكم حاجه عند الناس الباقيين طبعا انا مش محتاج اتكلم عن هذا الامر بس لانه موجود في الرساله بقول لك علينا ان نسلك بلياقه تجاه الأمر طبعا العكس صحيح برضه معلش انا في امريكا فلازم اقول الكلام ده اوعى تشتغل اكتر وتخسر عيالك لانه ان كان لنا قوت وكسوه مش عايز اطول انا لسه داخل على الموضوع الاهم بس امام الله لو ساعتك بعشر تلاف دولار ومراتك او ابنك محتاجك يشهد المسيح ادي العشر الساعة دي لولادك ومش هتندم مش هقول لك خليك عليا خليك على الكتاب لان لو انت كسبت بقيت مالتي مالتي مليونير عندك خمس نص مليار دولار ما اظنش يعني فينا حد كتير عنده كده او هيكون يا رب يديكم يا رب انا عايز اقول لك حاجه لو انت عندك نص مليار دولار هتفطر ايه خليك معايا بس خلينا نت... نترك الموضوع ابقى بطبيعتي شويه معايا هتفطر ايه يعني هو لك ايه كافيار يعني مش انا ماليش لو لو انا مالت مش هاخد فول وطعميه برضه نجح حماد صعيدي يعني هاكل زي طب الغدا يعني يعني لو انت عندك الم هتتغدى ايه؟ النهارده الاخ الحبيب غدانا سوشي يا حبيبي على السوشي بس هو انا برضه في المطعم في النهايه كله هيقدر ياكل سوشي حتى لو بتشتغل بالمينيمم تشارج بتسعة دولار ولا ب 11 دولار في الساعه ما اعرفش بقيته كام انا زيك حبيبي الملايين اللي انت بتخليها وولادك ضاعوا انت الخسران زعلان مني ازعل بس فكر في اللي بقوله لك يشهد ربنا طبعا حتى ابني يوسف يمكن بيشاهدني دلوقتي عارف القصه اللي انا بحكيها دايما انه 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 الاب خادم ومشغول ومش فاضي للعيال او لا ما كانش خادم كان مش عارف دكتور ولا ايه فيقول للولد يا ابني بابا عايز اقعد معاك قول له يا ابني انا مشغول انا بعمل ده كله ليه يا ولدي مش لمصلحتكم انا يا ابني الساعه بتاعتي 500 دولار ودي قصه مشهوره وسمعتوها مليون مره بس هقول لكم ازاي الواد يوسف ابني هو مش واد هو دكتور دلوقتي بس ازاي بيتعامل معاه بيها لانه فالواد جمع فعلا 500 دولار كان في <applause> سن ثانية اعدادي وقال له بابا خد 500 دولار انا عايزك قال له ايه ده؟ عايزك قال له عايز سيب شغلك ساعة واقعد معايا دي 500، الواد بيتكلم سيريس مش بيعملها يخيز ابوه. يا بابا أنا محتاجك وأنا أنا محتاجك أهم من مصروفي أنا عايز أحكي معاك يا بابا عندي مشاكل. يا جماعة إذا تر... إذا بيتك ضاع يشهد ربنا كنوز العالم وأمريكا وأوروبا والنجوم والمريخ ما هتسعدك لحظة. حتى لو أنت مؤمن تعبان مش هقول لك لو أنت خادم. فانا ما انا بتكلم عن اللياقه رحت قالب على العكس لان العكس كتير معلش يا دكتور زكريا انا مش فاضي ايه يا العيال طب يا عم ما انت جاي عشان العيال ضيع طيب العيال وتسيبهم طب ما انت مش لا تقعد تقعد معاها انت ولا هي سيبهم للبيبي سيتر والحضانه والبتاع ولل... على الجيمز وما فيه كل حاجه مفتوحه طب انت جيت ليه؟ جيت من الشرق الاوسط لو من مستقبل عيالي طب ما حالك ضاعوا بقي معاك انت مئة مليون بس عيار في المخدرات او في النجاسة هو بقى لما تقولي لي هتضربهم ولا تعملهم ايه انا زودتها شوية زود. فالعكس صحيح هي اسلوب بلياقة بس في ايه بتقول ان كان لنا قوت فلنكتفي لا ربنا يباركك ويكتر لك بس بما لا يتعارض مع بيتك وعيالك واحفادك وعلى فكره للشباب الصغير معلش حتى سيبك من الكبار دول عندهم كتير انتوا شباب صغيرين اشتغل حلو وانجح بس اوعى تخسر وقت كويس دي مع عيالك كواليتي تايم طيب. العيال بيمو... انا بك... انا وصلت 58 سنه بفتكر العيال لما كانوا في الصغيرين الصور اللي خدتها لهم قليله معايا الوقت ده جميل جدا بيمروا بسرعه العيال بيكبروا بسرعه اوعى تضيع الوقت ده والشركه مع عيالك علشان الفلوس الكتيره تبعني تبع ربنا خليك متوازن ممنوع انك تكون لك حاجه الاخرين وتمد ايدك طبعا زي ما قال بس في نفس الوقت لا تتعب لكي تصير غنيا ما ينفعش طيب آم دخلنا في الموضوع الرابع اللي انا هتكلم عنه واخلص كلامي خلاص وهو الموضوع الثالث الموضوع الرابع في التحريضات السبعه اللي في تسالونيكي الاولى اصحاح اربعه واصحاح خمسه وده كلام جميل ومعزي جدا لنا وهو الرجاء. تكلم هذا الجزء هو دره من درر كلمه الله لان في هذا الجزء توجد بعض الايات اللي مش موجوده في العهد الجديد الا هنا. وهو اعلان. فواضح ان في اخوه رقدوا تحت الاضطهاد في تسالونيكي. وبعض المعلمين الكذب قالوا لهم اللي رقدوا دول لما المسيح هيجي ما نصيب فبدا يكتب لهم هذا الكلام اللي كان نافع وما زال نافع وسيظل نافع طالما الكنيسه موجوده على الارض اول حاجه بيقول لهم ما تحزنوش كالباقين وطبعا هذه الايه يساء فهمها ثم لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم هنا مش بيقول لهم ما تحزنوش عشان بس ما نجيش على نفسنا يعني مثلا ام انا لسه كنت في قريه رحت مخصوص ام ابنها ام يعني هي مؤمنه جوزها قديس جدا هي شويه مؤمنه بس يعني على قدها الوقت كان قديس اتقتل في سيناء كان في الجيش كان فاضل له كام يوم يطلع فانا شغلني الروح القدس ان اروح اقضي 8 ايام في القريه دي بشكل خاص عشان اكون جنب الام دي اللي فقط الولد الحلو ده لان الولد ده كان جميل شكلا وموضوعا وكذا فنعم في شارونا بالظبط ف وقضيت هناك فعلا 10 ايام ف المعلمين قالوا لهم الف... اه الناس قعدوا يقولوا لها انت ازاي تبكي؟ انت مؤمنه فانا قلت لهم يا جماعه ما نقولهاش ما تبكيش احنا نقول لها ما تحزنيش زي الاشرار الحزن طبيعي بسبب الفراق في شاب معانا في برنامج اسمه نارا نورا على الكارما طبعا بتشوفوه هو المصور الاول بتاعنا اسمه كيمو ايضا وحيد لامه بعد 17 سنه من عدم الانجاب ما عندهاش اولاد ولا بنات وكيمو صحت كان سنه 23 سنه صحت صحي والواد الوحيد اللي ما حوش حد تاني ويمكن امه بتشاهدني فصحت كيمو طلع كيمو وصل السماء مات فطبعا عملت حلقه لانه الحلقه اللي بعدها على طول عملتها لا تبكي على ابن ارمل اثنين آه. وما جبتش ام كيمو وما رضيتش اتصل بيها انا يعني فهي فهمت راحت متصله بيا امام الله والكلام ده على اليوتيوب حلقه زكريا ستاور ونارا نورا كده اسمع ام كيم بتقول ايه بتقول الشيء الغريب ان انا لو قالوا لي ان ابن كيمو الوحيد اللي بعد 17 سنه هيموت انا كنت هقول ان 100% هتجن وهكفر ضد الله انا لما كنت اقرا قصه ايوب بقول ده مش ممكن بس الغريب ان انا عندي تعزيه اخي زكريا عجيبه جدا بعمل الروح القدس قلت لها ربي عزيك يا ام كيمو قالت لي هقول لك كلمه يمكن تفهمها غلط قلت لها اتفضل ده كله على اليوتيوب مسجل هتلاقوه في على قالت لي انا انا فرحانه انا قلت الست قلت لها فرحانه قالت لي اه اصلي عم كيمو وخال كيمو قبلوا الرب امبارح اديك عمو الو انا عم كيمو كنت باخد مخدرات ومش عارف ايه وبعدين لما الواد القديس ده مات قلت انا هموت اروح الجحيم فسلمت حياه المسيح وبعدين بعد ما كان مكالمه من ناس تاني طبعا بدا يتصل خاله ويتصل آه وبعدين اتكون في ال من خلال الجنازه كنيسه كبيره من الشباب والشابات فعلا قبل المسيح هذه في المنطقه مخصوص في مصر هذه قصه حقيقيه بجد مش خياليه وموثقه بالتلفزيون وكده فاحنا عندنا رجاء بيقول آه صحيح ممكن نحزن بس حزننا ليس حزن كالايه؟ كالباقين، حزننا حزن مختلف، لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. آه ليه بقى بيقول في بطرس لنا رجاء حي بقيامة يسوع، فلنا رجاء ورجاءنا حي بقيامة يسوع من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم وده النقطة الثانية النقطة الأولى كان بيقول ما تحزنوش كالباقين النقطة الثانية بيقول الراقدون سيحضرهم وطبعا هذا الحق موجود في كرونس الأولى 15 بعد شوية هكلمك فيه بس حكاية الاختطاف التعبير ده لم يرد إلا في هنا ايه يعني ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع طبعا ده بيرجعنا لكونس سورة 15 بيقول كده اقروا معايا ان كان المسيح يكرز به انه قام من الاموات اقروا معايا بعد اذنكم فكيف يقول قوم بينكم انه ليس قيامه اموات فان لم تكن قيامه اموات فلا يكون المسيح قد قام وان لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطلا ايضا إيمانكم ويوصل لعدد عشرين بيقول ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات ركز معي بقى الآية وصار إيه باكورة للراقدين فهنا النقطة الأولى بيقول لهم بيقول لهم ما تحزنوش زي الباقيين النقطة الثانية الناس اللي رقدوا هيجوا معاه هيجوا معاه في حاجة اسمها الظهور وبكرة في الكلام هنتكلم بالتفصيل عن الفرق ما بين مجيء الرب والظهور وال... سبع سنين وال75 يوم وازاي جت قبلتها قبلتها ما قبلتهاش انت حر بس هقول لك التعليم الكتابي بيقول ايه واخد بالك ف ف بالنسبه للزور بيقول انا اناشدك اذا امام الله ورب يسوع العتيد ان يدين الاحياء والاموات عند ظهوره وملكوته هيجي يظهر ويكونوا الراقدين معاه اخيرا وضع عليك للبر الذي يهب لي في ذلك اليوم رب الدين العادل ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره فالحاجه الثالثه بقى الحاجه الثالثه انه آه الكلام ده مش كلام بولس ما احلى هذا التعبير ولا سيام الحزان اسمع فاننا نقول لكم هذا بايه ايه يعني بيقول لهم خلوا بالكم يا اخوة تسالونيكي وانا ببعت لكم الرسالة دي مش بقول رأيي لكن انا بقول لكم ايه بكلمة الرب اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين وده طبعا الموجود في قرون 15 51 كان سر هو ده سر اقول لكم لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير في لحظه في طرف عين عند البوق الاخير فانه سيبوق فيقام الاموات عديم فيه في فساد وبعد شويه هتكلم ثم نقطف جميعا على السؤال باختصار شديد الرب يسوع جاي تاني اذا بكره الايه بتقول اذا سهرنا جاي وزنمنا برضه جاي بكره الاصح خمسه ده يا ريت الرب جاي ومن اهم دلائل قرب مجيء الرب انه حاجات كتير طبعا اقرا اقرا تمساوس الثانيه ثلاثه آه ل هتلاقي 17 صفه للناس في الايام الاخيره تلاقيهم كلهم هتقول لك من زمان اه من زمان بس اكتر حاجه مثلا من ضمن كلام الرب عن دلائل مجيئه ايام نوح وايام لوط قال كما كان في ايام لوط هكذا يكون ايه كان في ايام لوط؟ ربنا غضب جدا عن الشذوذ. انا في امريكا فاقدر اقول الشذوذ. لكن في كندا مضطر اقول المثليه والا يسجنوني. سجن قسيس مصري لمده سنه ونص علشان قال كلمه الشذوذ في الكنيسه. اخت مش هقول اخت يعني واحده عربيه مش هقول دولتها عشان ما بنهينش حد اشتكت وخدت البتاع وقالت هو 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 ده عامل ديسكريميشن ضد الليسبيان وسجنته سجنته بجد فانا لما بتكلم في كندا بيقول لك خلي بالك يا عم احنا مش ضامنينك مش هتطلع من هنا هنا انتوا أنت لسه نقدر ناخد حريتنا شويه اه اتيحت يعني الجواز كده في بعض الولايات بس نقدر نوعظ يعني هناك في كندا ما اقدرش في استراليا تضيع لو اتكلمت في الكلام ده على اية حال الرب يسوع يجي الارض مش حاملة اكتر من كده الحروب الاهلية انت عارف ما حدث ما يسمى الربيع العربي انا مش عايز ادخل في التفاصيل عشان طبعا وقت حضراتكم ما يسمى الربيع العربي في 2011 اللي بدأ في مصر وتونس والحتت دي انظر للمنطقة اللي فيها اسرائيل طبعا وانت عارف انه خلاص اسرائيل ترامب مستر ترامب ربنا يبارك فيه هنقل السفارة إلى هناك وخلاص هاجت الدنيا وخلص خلاص وده كله بيجهز لبناء الهيكل زي ما انتم فاهمين الأمور إذا بصيت زي ما الرب قال تقوم أمة على أمة ومملكة على مكان أنا أتحداك إن لقيت مكان في الميدل إيست ما فيهوش حرب أهلية دلوقتي حتى مصر للأسف نشكر الله لأجل مصر بجد مش يعني نشكر الله لأجل الحكومة المصرية الحالية والامان اللي احنا موجودين فيه يعني انا عايش في مصر وشايف الفرق اسمعوه تصدقوا الاخبار اللي بتسمعوها عكس كده بجد عايشين افضل ايام امان في مصر ولكن ايضا في سيناء في حرب اهليه ضيقتلوا بعض اما سوريا والعراق واليمن وشمال السودان وجنوب السودان والصومال وليبيا وفلسطين والاردن الاردن قريب بدات حرب الاردن اه اه اتهدت الفتره اللي فاتت وهكذا المنطقه بتغلي وملاش حل الا يمكن يجي حبيبنا اليوم انا اقول لكم شخصيا كذا كريس ويعني رد الوعظ ما اتكلمش عن حاجه شخصيه بس يعني يعني من حوالي خمس سنين لما كانوا يقول الرب يجي ولا ينتظر كنت اقول لهم صدقني يجي اتمنى يجي بس لو ينتظر عشان نربح شويه ناس أبع... سوري يعني بسذاجة كنت أقول دلوقتي مش عايز أربع حد خالص انا عايز فيك يا جماعة خلاص يا جماعة خلاص ملاش حل غير مجيء الرب من جوه ومن بره بنقول آمين تعالى أيها الرب ده عزائنا ده رجائنا فأول حاجة هعيد بس تاني الحاجات اللي هم اتكلم فيهم نعيد تاني بالموضوع أول حاجة قال إنه لا نحزن كالباقين وتاني حاجة قال ان الراقدون بيسوع سيحضرهم ايضا معه، وتالت حاجه قال انه آه الرب بنفسه قال ان ده كلمه الرب، ودي الحاجه الرابعه اللي انا بتكلم فيها هو انه الرب نفسه سينزل، حلوه قوي دي. لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكه سوف ينزل من كلمه نفسه دي طبعا اكيد سمعته عص قديرين في وعظه عن نفسه. يعني كلمة نفسه دي كلمة كبيرة جدا فيها وعظات مثلا دخل بدم نفسه وعظه وهنا ايضا بس انا دي احلى نفسه فيهم بصراحة. وطبعا دخل بدم نفسه الاقداس حلوة بس دي بحبها قوي. ليه الرب ايه حكاية نفسه دي؟ حكاية انه مش هيبعت لنا ملاك. ليه هيجي بنفسه هينزل بنفسه؟ ليه؟ ما تردوا علينا يا عم علشان أنا كراجل كعروسة صعيدية صراحة ما جاش العريس وخدني من إيديا و... يا حلاوة أيوه صدقني أنت غالي جدا ويجيب نفسه عشانك حبيبي يا رب مثلا هديك مثال بالنسبة للموت مع إن للأسف في ناس بيفسروا كرونسوس الأولى أربعة الاختطاف ده إنه الموت مع إنه لو لو جاهل وبص عليه لما بيقولك نخطف جميعا يقول لك خطفة الموت يا عم جميعا هو الناس بتموت مرة واحدة كلها يقول لك ايوه ده في الموت مش هو الاختطاف الاختطاف ده مجيء الرب التاني فهنا بس لسه الاختطاف انا بتكلم عن ينزل الرب هينزل هينزل ليه؟ هينزل علشان انت عروسة محترمة وتقعدي متستتة ومزينة والزغاريت شغالة بصوت رئيس ملايكة وأبوك الله والعريس بنفسه جاي ياخد ايديك هللويا يا تعال يا رب بأمانة المشهد هيختلف هيحلو وحلو قولوا امين يا عم قوله امين تعالى الليلة بس انت اوعى تقول امين ده انت الباب عليك وبعد الخطافة يبقى في جهنم نار مولعة ايوه صدقني ليه الرب بنفسه أولا لأنه العريس ثانيا زي ما أنتم عارفين أن إبليس رئيس سلطان الهوى ومرة حصلت خناقة على جسد موسى بين ميخائيل رئيس الملائكة وبين مين وبين الشيطان ومين فاز ميخائيل رئيس الملائكة لم يكسر أن يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب يا شيطان وفي أيام دانيال النبي حرب ظلت برضو علشان الاستجابة ما تجيش لدانيال في دانيال تسعة كم يوم واحد وعشرين يوم صايم دانيال وربنا بعت له الملاك ودي على فكرة درس يعني هقول تأمل مش اعتبره مش تفسير مرات وانت بتصوم وتصلي يكون الله استجاب وانت تروح تتصرف انا تصرف غلط ضد انتظار الرب يكون هو الرب استجاب بس لسه جاي الحرب الحرب شغالة ال 21 يوم دي صدقني فانتظر الرب وليتشدد وانت منتظر الرب اوعى تخور منتظروه الرب يجددون قوة المؤمن سعد دانيال واحد واربع وعشرين يوم تخيل بقى لو بعت لنا ملك الملك مخيل على راس راسنا طبعا عشان ياخدنا وراح الشيطان ده دب في المشكلة في خناقة قال له لا ما تاخدهمش من الارض وحصلت مشكلة نبقى احنا متعلقين في الهواء بقى لا 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 لا, لا ده مين اللي جاي؟ اسمع الايه الرب بايه ليه بنفسه لانه عندها تتحقق الايه اللي في روميا 16 على ما اتذكر اله السماء هيعمل ايه سيسحق سيسحق ديما مستقبلة سيسحق الشيطان تحت ارجلكم ادي الكره الارضيه ويجي الرب في الهواء في لحظه في طرفه عين هيجيب معاه كل الناس الارواح اللي رقدوا اللي هما في الفردوس وفي لحظه في طرف عين واحده على 52 من الثانيه ذرات التراب بتاعتهم اللي في البحر واللي السمك اكلهم واللي بقوا تراب واتبنوا مباني البشر جلدهم ولحمهم وعضمهم بقوا تراب واتبنوا مباني حاسة كله ده يروح جماعهم بحسب عمل استطاعته في لحظه في طرف عين ويلبسوا اجساد ممجده يجوا الاول لحظات بيننا وبينه بعدين احنا نتغير برضه ونختف يقدر الشيطان ساعتها يقول ما تاخدهمش ساعتها هندوس تحت رجلينا وتتحقق الآية إله السماء هيعمل إيه؟ سوف يسحق الشيطان يا لها من لحظة أمين تعالى أيها الرب تصدقني حتى غيظ من الشيطان أنا النهاردة لما الأسرة دي رجعت لبعض بعد أربع سنين وأنا بصلي لأجلهم في المطعم ما هم طبعا أكلوني وده كويس طبعا جدا المهم فأنا بصلي في المطعم حسيت كده صدقني أن الشيطان يشهد الرب زي بيغ... بامانه فين الاخ مجد اللي بيقول لي شوف بعينك ولا بروح لا بروحي مش بعين لا لا بيشوف رؤى لا جوايا حسيت ان الشيطان زي بيغز على اسنانه بيت عايز يقربه اربع سنين وخلاص يروح يرجع تاني لا كل ده هينتهي لما هيجي المسيح على السحاب الرب بيه بنفسه قرب يجي قولوا امين الرب يجي حبيبنا يسوع يمكن يجي الان فهيجي الرب بنفسه وقال ان مضيت واعددت المكان برضو قال اني جاي قال ايه اتي ايضا واخذكم الي ها انا اتي سريعا واجرتي معي طبعا ايات كتيره جدا عن ان الرب بنفسه جاي انا مش 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 بنعمل كده لكن الحاجه الخامسه سنخطف هذا هو التعبير الوحيد في كلمة الله عن فكرة ثم نحن الأحياء الباقين سنقطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء هي بقى بتاعت كورنثوس الأولى 15 لما قال في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير سيبوق فيقام الأموات عزيمة فساد ونحن نتغير حد عارف اللحظة تساوي كام اللحظة واحد على 52 من الثانية طب العين البشرية تقدر تشوف الحاجة لو كان سرعتها كام لو كان سرعتها أقل من واحد على ستاشر من الثانية يعني أنت لما تشوف الصورة على التلفزيون بتتحرك هي صور عادية بس بيسرعها بأسرع من واحد على ستاشر فبتقالك إنها بتحرك طبعا أنت عارف فاللحظة أقل... يعني واحد على 52 وخمسين يعني لما واحد بيستهزأ بينا في الصعيد يقول أنت لا تختطف أقول لا الرب هيختطفني يقول خدني على طرف جناحك تعرف أنا لما بيستهزأ بيه أقول له إيه أقول له مش هتلحق وبتكلم سيريس يعني ونحن عالمون رعب الله نعمل ايه؟ نقنع الناس قلت له اقول له مش هقول هت... له يقول لي ليه؟ هو بيستهزئ بيا اقول له مش هتلحق مش هتشوفني انت طيب ممكن تشوف الجلابيه وقعت ممكن تشوف الموبايل وقع بس احنا مش هتشوفنا ولا حتى عيالك هتشوفهم هتلاقي اللبس بتاعهم بس. ليه؟ لانها في لحظه في طرفه عين كده العالم لن يرى لحظه اختطافنا نحن فقط الذين سنراها يا لها من لحظه عظيمه فاكرين المرنمه القديمه قالت دي لحظه سعيدة حقيقي مجيدة بستناها بقال زمان قرب الرب يجي في لحظة في وهكذا نكون كل حين مع الرب هذه الآية كل حين دي تكلم على فترة المجيء الألفي ولا بعد الظهور ولا الحالة الأبدية ولا إيه للأبد هذه الآية من أروع الآيات هكذا نكون إمتى فاكرين اللص التايب قال له اذكرني يا رب ما تجيت في ملكوتك، قال له ايه؟ اليوم تكون في الفردوس. لا اليوم تكون معي وهنا وهكذا نكون كل حين ايه؟ السماء حلاوتها ان احنا هنكون مع الرب يسوع المسيح، فدي الحاجه السادسه هنكون مع الرب، حيث اكون انا تكونون انتم ايضا معنا. اخيرا الحاجه السابعه. لذلك عزوا بعضكم بعضا. يا رت يا ترى بجد نفسك الرب يجي. طب اسالك سؤال حياتك اليومية وقراراتك بتفكر لحظات ان ممكن الامر ده الرب يجي يحلوا بمجيئه تخطر على بالك. اخويا باجت هو بيعلق قال عن اخنوخ بالايمان اخنوخ لم يرى لم يرى الموت، أخنوخ حصل معاه زي اللي هيحصل معانا، عارفين طبعاً أخنوخ ابنه اسمه مين؟ متشالح، معنى اسمه متشالح متى يموت سيأتي فهيجي الطوفان في اللحظة اليوم اللي مات فيه متشالح، فلما عرف أخنوخ أني لما متشالح يموت الطوفان هيجي كان حلو جداً، صار أخنوخ مع الله، استمر ماشي مع ربنا كم سنة؟ 300 سنة، وأنا بتصور أنه حرفياً كان ماشي مع الله ذاك يا رب بحبك بقى. في ناس هنا بتمشي على التريدميل صح في الجيم على فكره وقت الجيم وفي ناس طبعا في كاليفورنيا بتمشي نص ساعه الاوقات دي وعندكم ترافيك شديد احلى اوقات للصلاه انا بكلمك بامانه يعني اجمل اوقات انا من عشرة ايام نزلت مطار آه مطار واشنطن دالاس من ساعه ما نزلت من المطار لغايه ما اتخرجت بره قعدت خمس ساعات وتلت يعني سفريه تاني وليه لما انا كنت بصلي فيهم كنت مت لان ظهري لانك انت بتمشي في زجزاج الناس السيتيزن جيب الامريكان دخلوهم وعشر طيارات سابوهم لوحدهم وبعدين ندخل بقى بالراحه ف رغم انه الخمس ساعات دول كانوا عذاب العذاب عليا الام رهيبه جاي من سفريه اوفر سيز جاي من مصر وكان في ترانزيت ثمان ساعات في باريس، أنا تعبان جدًا. بس التم... الخمس ساعات وثلث دول إني خدتهم في الصلاة، يشهد ربنا مروا زي الهوا. يعلم الرب يسوع. مفيش وقت ضايع وأنت على الجيم وأنت في العربية. أخنوق كان ساير مع الله. كم سنة؟ 300 سنة، ولما كان سن أخنوق 365 وكانت أمه متشالح قاعدة تخ يمكن تطبخ على ال... فرن فرن زمان والرب قال له تيجي اجي اموت يعني قال له لا لا زيك اللي ماشي معايا ما يموتش طب والست ام متشالع ومتشالع قال له سيبوا عليا متشالح كان صغير كان سنه كام وقتها؟ 300 سنه يعني 300 سنه بالنسبه هو مات كام؟ 969 فكان عيل لسه بيلعب جيمز وبلاي ستيشن وبتاع كده يعني عيل فمتشالح بيلعب والست وفجاه في طف لحظه في طرف عين وهقول لك الدليل ام متشالح بتقلب التقليه ماشي التقليه وشافت منظر ده هيتكرر في اي لحظه واللي انت ممكن تشوفه يحصل كده لقيت الجلابيه بتاعت جوزها وقعت والشال وقع فتحت الجلابيه ورفعت كده لقيت مفيش حاجه حطت ايديها طلعت الموبايل الموبايل موجود طبعا انا عارف ما كانش فيه موبايل و... وما دورتش عليه طبعا انتوا فاهمين ان ساعه ما مق... ايليا صعد حي للسماء بحثوا عنه مع انه ايليا قال لا لكن بحثوا عنه اما بحسوا عنه كانوا بحثوش عنه ده كان قدام عينهم فجاه ليه الجلابيه وقعت وليه يا يا على اللحظه دي واصعب لحظه دي على ال, ال... الكنيسيه بتوع لوس انجلوس اللي بيجوا يصلوا وما تابوش أسوأ لحظه هي لحظه الاختطاف على البلاستيك، كنت بوعظ العيال على الورد البلاستيك، اصعب حاجه. في خادم عظيم لبناني ربنا يديله الصحه اسمه لويز الحلو. آه لويز الحلو ده كان مؤمن و... وابن عمه اسمه حاجه الحاج كده اسمه مهم فالاخ الحاج سايق العربيه والاخ لويس العجله والاخ لويس وراه. فبيقول ايه يا لويس؟ بجد؟ حكى لي ده اختبار. ايه لويس انت هتختطف برضه ما كانش مؤمن حبيب الحاج حبيب بيسائل عجله اه فقال له اه فما ردش حبيب فعمل كده ما ردش الاخ لويس فعمل كده الاخ حبيب على العجله ما لقيش لويس ده حكاها لي عم حبيب هو بيتغدى معايا بجد دي اختبار كان يعني زي ملحد كده فبص وراه مالهوش بس ما لقيش الجلابيه يعني قال له هتلاقي الجل... قال لي مسكت العجله راجل قوي على... رحت راميها في قلب بيروت يا عالم لويس الحلو اختطف الاختطاف جه ضاعت عليكم يا لبنانيين العالم هيتحرق البوليس قالوا له قال له انت اتجنيت انا ادخلك فجاه الاخ لويس كان جاي ماشي اتاري فيه مطب وبتاع قلت له عملت قال الاول شتمته وكذا وبعدين قلت له اتوب على ايديك دلوقتي لاني اللحظه دي اصعب لحظه بالذات بتوع الاخوه الولاد وبنات الاخوه اللي يعرفوا الاختطاف انا مش لا بحب الجحيم ولا بحب ال... القعده بعد الخطاب بس شغلتي ككارث ان حذرك حفله فوق وجنازه تحت وتبدا بكره نتكلم بقى الضيقه العظيمه والويلات والضربات وهتولع خالص انا ماشي لا ماشي <applause> انت فكرتيني فكرتيني <applause> في حاجه هقولها خلاص انا وقتي راح انا كنت مع الاخ موريس موسى في السودان من حوالي عشرين سنه وبعدين كانوا في, في استاجر استاد وكنا بنوعظ كانوا حاضر عشرين الف فانا كنت فرحان جدا واتكلمت عن مجيء الرب كنت سكران من الفرح فان كان مستضيفين اسره سودانيه قبطيه وما كانوش حاضرين بس انا كنت راجع يعني فرحان جدا تخيل عشرين الف في الاستاد وقلت مين يتوب طلعوا الفين ده انا ايه ده ده مش مصدق حاجه من وعن مجيء الرب وبتاع المهم فرجعت الدكتور اللي كان مستضيفنا هو امه امه ست فاضله كده فبيقول لي انت شكلك فرحان قلت له فرحان جدا انا عامل دماغ قال لي انت شارب قلت له طبعا شارب انا بحاول يعني قال لي شارب ايه ويسكي قلت له برضه في السودان في ويسكي يا راجل اعلى قال لي بامانه قلت قال لي مريسه يعني المريسه اللي هي البوظه بتاعتهم دي قلت له لا فوق يا عم يا شارب ايه شكلك فعلا وشك احمر وقال لي كده انت سكران قلت له يا سكران قال لي شارب ايه قلت له شارب الروح القدس فقال لي كده قلت له في ايه بتقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه بل امتلئوا بالروح فقالت لي هي الست بقى طيبه جدا قالت يا ولدي هو انت فرحان ليه كده وسكران ليه بالروح القدس؟ قلت لها يا ستة اصل الرب يسوع جاي وياخدنا قالت لي يا ولدي يا حبيبي انت لسه صغير ده انت 30 سنه ربنا يطول في عمرك قلت لها لا ما انا مش هموت هياخدني حي يخطفني قالت لا يا ولدي ربنا يخليك ففي ناس بس اللحظه دي اكيدة مش عزاء لينا غير مجيء الرب الثاني. انا عايز اسالك سؤال لو الرب يسوع جه النهارده مش هقول لك هتروح فين طبعا معلش اسمحوا لي هسال سؤال لو انت تاكدت مليون في الميه ان المسيح جاي بعد اسبوع جاي لحد الجاي ياخدني على العالم هتعمل ايه في الاسبوع ده فكر لو انت تاكدت مليون في الميه ان فعلا المسيح جاي بعد اسبوع مش هقول الموت هقول ما جه الرب هتعمل ايه هعيش احلى حياه هعيش احلى حياه هنتظر نسهر قولوا حاجه بجد نعمل ايه هتقول للناس برافو هنقرا في الكتاب ها هسيب الشغل هكلم الناس عن المسيح تعرف الخادم مدارس احد اللي سال السؤال ده زي ما انتم عارفينه في الوادي الصغير ده المفحوص وقال له تعرف يا انكل لو انا عارف متاكد 100% ان الرب يسوع جاي الاسبوع الجاي قال له قال له مش هغير ولا حاجه لاني انا فعلا متوقع انه جاي كل يوم في واحد اسمه عم يوسف من قريه تبع تبع ديروت بلدكم كدة النصارى عم يوسف ده حكوا عنه غير المسلمين في كدة النصارى هذا الراجل قديس كان الصبح يصحى اول صلاه يقول له كده انتظرتك طول الليل وما جيتش وبالليل يقول له كده طول اليوم انتظرتك فعاش قديس قالولي المسلمين قالوا لي في من الاسلام قالوا لي احنا رحنا نسرق القمح بتاعه الانام مجني ده المسلمين اللي حكوا لي وبعدين بعد خمس ايام لقيت إبدو عم يوسف العوام اسمه راح جنى فقلنا ده ازاي احنا شفناه مجني الملائكه عمتنا هم قالوا لي كده عم يوسف ده كان عايش منتظر الرب وعمر ما حد قدر يتعرض ليه حتى اشر الناس عكس راجل تاني مش عايز احكي عليه كنت حاضر معاه وبعدين حصل الزلزال بتاع 92 وبعدين كنا قاعدين في محل كده وكان بيشرب بايب ملحد وملحد مهندس كبير دكتور في الجامعه ففي اخين مؤمنين من الكنيسه فالاخ ده بيقول له ده على فكره الزلزال ده اكبر دليل ان زلزال 92 الرب يسوع عربي يجي فالراجل ملحد انا قاعد ضيف الراجل الملحد بيقول له بيقول لي بعض قال له حياة ربنا اللي انا مش مؤمن بيه، انت مصدق ان المسيح بتاعك جاي؟ قال له ايوه طبعا. هدلل لك؟ قال له اه. قال له بص ابدا لك بمتة 24، بدا متة 24 بتاع ربع ساعه، وبعدين لقى وبعدين 13 لقى 22، وبعدين مرقص 13، وبعدين دخل في سالونيكي والى اخره. والراجل الملحد ده وتشاب كده يعمل يعني كده. انا استغربت جدا من الموقف يعني وعايز اتدخل، يعني متغاظ انا الملحد بيهزقهم المهم بعد مرور حوالي ثلاث اربع ساعه الملحد ده وقف وقال للاخ صدقني قال وحيات ربنا مره تاني اللي انا مش مؤمن انه موجود انت مصدق ان يسوع جاي قال له مصدق قال له انت كذاب وانا طبعا رحت قمت انا صعيدي انا كحمادي بقى ده في خناقه قال له ليه كذاب قال له لو انت مصدق ازاي انت وشقيقك اخوك بالجسد عاملين قضيه على فندق كله على بعضه ب مليون جنيه الكلام ده سنه 92 وانا اعتقد هو الملحد ده بيقول 3 مليون جنيه ده ولا حاجه قالوا لا اصل دي حاجه قالوا لا لما انت بتقول انك هتسيب الارض ده القاضي قال لك يا نصراني والاثنين مسيحيين الملحد ده مسيح قال لك يا نصراني ازاي انت مشتكي اخوك على الفندق وانتم مسيحيين والمسيح قال والكتاب قال من اراد ان يخاصمك ويأخذ الثوبه فاترك له الرضا ايضا انت مصدق انك هتسيب الارض يا كذابين نفقتني ومشي وانا حزنت على هذه الشهاده المجروحه لان الملحد ما صدقش ان الراجل ده غريب لان حياته على الارض فيها خناقات وفيها خلافات دعونا نحن رؤوسنا في الصلاة له اشكرك لاجل العزاء الحقيقي في المسيح اشكرك يا رب لان مجيئك اقترب اشكرك يا رب لانه مكتوب عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام اخونا بهجة هيجي يختم لنا بعد الترنيم الاخير تيجي نقف مع بعض وحاول تخلي موضوع مجيء الرب موضوع حقيقي وقول لو انا فعلا متاكد ان الرب قرب هل انا زي الولد اللي قال مش هغير حاجه لان انا مبرمج نفسي فعليا انه يمكن يجي حبيبنا اليوم يمكن قول معانا يمكن يجي حبيبنا اليوم يمكن ويبدد كل even um. neli sema حبيبنا اليوم يمكن ويبدي بكل طيب انا قبل ما اطلب من اخوي عياد انه نختم تيجي نقف كلنا امكننا اخر لحظات في الاجتماع احنا موجودين على الهواء في كل مكان في العالم وايضا موجودين هنا في مؤتمر الإخوة بكاليفورنيا أنا بوجه دعوة في هذه اللحظات لكل شخص هو مش عارف حقيقة إن كان مشبه بالعذارى الحكيمات أو الجاهلات عنده زيت وأهنية جديدة أغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العزارة قالوا يا سيد افتح لنا قال لهم لا أعرفكم كلام الرب عن المستعدات دخلنا هل أنت مستعد؟ فالمستعد هو عارف أنه عايش حياة الغربة هو عايش القداسة احنا النهاردة تكلمنا عن القداسة ثم عن المحبة ثم عن اللياقة ثم عن الرجاء المؤمن الحقيقي عنده رجاء بحب اوجه دعوه قبل ما اخويا الحبيب عياد يجي يخدم النهارده هل في حد بيقول له يا رب انا عايز اسلم حياتي ليك يا رب وعايز اكون جاهز في انتظار مجيئك واحنا مغمضين عينينا كده اشوف ايدك مرفوعه تصلي معايا في اسم الرب يسوع عايز اقول لك رفع ايدك ده مش خطيه ولا عيب لانه مكتوب اطلب من الرجال يرفعوا ايادي طاهره بلا جدال وليكن رفع يديك كذبيحه قدامك فينا ناس عايشة مقدوعة في العالم بتقول له يا رب أنا عايش كأني مؤمن حقيقي بس أنا بعيد ساعدني أعيش لك حد تاني يصلي معايا يا رب فضل يا خيال يا رب نعظمك نشكرك لأنك ذهبت إلى الصليب وهناك حبة الحنطة وقعت في الأرض وماتت واتت بثمر كثير استطعت بصليبك ان تاتي بثمر يحمل ذات صفاتك انت القدوس صارت لنا القداسه يا رب استطعت ان تخصص لنفسك شعبا خاصا غيورا في اعمال حسنه استطعت ان تاتي بنسل في هذه الارض يختلف تماما عن نجاسات هذا العالم نسل تتصف حياته بالقداسة نسل يقف بجوار الله وفي صف الله حتى أن العالم يستغرب أننا لا نركض إلى فيض هذه الخلاعة مجدفين بنشكرك لأنك قدرت تعمل قديسين يعيشون في هذه الارض صليبك انت، قديسين يا رب كان مين في الدنيا هيقدر يغير الفاجر إلى قديس يغير الزاني والزانية إلى قديسين يغير القاتل والشرس الى قديس محدش بيغير اللي عملك على الصليب بنشكرك لانه ليس باحد غيرك الخلاص بنشكرك لانك اودعت فينا حياتك الابديه واسكنت فينا روحك فصرنا نعيش في هذا العالم شبهك يا رب فينا حياتك وفينا روحك قريب جدا هتيجي عشان تاخدنا هنسيب العالم هنسيب الدنيا بما فيها ما فيش حاجة لنا غير التعب اللي تعبناه لأجل اسمك يا رب بنشكرك لأنك بتفكرنا من جديد إن إحنا سايبينها إن إحنا غرباء هيجي الوقت اللي فيه هنودع ظلم الحياة وكدر العيش هيجي الوقت اللي فيه تتبدل المشاهد مشاهد الذل والحزن والظلم والدموع والبكاء هيجي الوقت اللي فيه عينينا مش هتشوف غيرك وقلوبنا مش هيشوفها تاني الحزن والهم احنا بنشكرك يا رب يا رب بما انك فكرتنا ان احنا غرباء ساعدنا نشتغل اكتر ساعدنا نشتغل اكتر مكثرين في عمل الرب كل حين علمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب فوقنا يا رب كل العزارة الحاكمات اللواتي نعسنا جميعهن ونمنا فوقنا وصحينا ووقفنا وخلينا نشتغل نعبدك بحرارة ونشتغل بحرارة نشتغل بإيدينا واسنانا علشان عارفين أن الوقت منذ الآن مقصر ساعدنا يا رب سكن فينا كلماتك بغنى لإسمك كل المجد أمين